برحب بقى بالدكتور صلاح، اهلا بحضرتك وحضرتك شرفنا. طبعا ايه الافضل جدا ان نلتقي برجل اقتصاد في المرحله دي، الدنيا الناس مشغوله في مساله الاقتصاد. نقول باختصار شديد كده وضعنا الاقتصادي يدعو للقلق الشديد ولا للقلق بس ولا للحذر ولا للتفاؤل؟ اقول لحضرتك باختصار شديد، مصر طبعا خلال الفتره اللي فاتت الناس كتيره بتتكلم ان الثوره خسرت اقتصاد مصر. انا بقول لحضرتك بمنتهى الامانه، مديونيه مصر لو قلنا زادت بقت 1044 مليار و216 مليار جنيه اجنبي اللي هو 36 مليار دولار، يعني المجموع 1260، دي تبقى زادت 3% عن قيمه المديونيه المصريه اللي كانت لمصر يوم الاثنين 24 يناير. يعني ال 10 شهور اللي فاتوا دول زودوا المديونيه 3%. طب المعدل ده ايام الحزب الوطني والمخلوع كان بيزيد بقد ايه في السنه؟ 50% 40% في السنه؟ لا في السنه كانت تتراوح ما بين 10 و15%. يعني احنا طبعا باختصار كده عشان الناس برضه تبقى فاهمه، تبقى واضحه، على مدى 10 شهور لا الثوره ما اثرتش على المديونيه المصريه، الثوره اثرت على جزء منها في اعاده الانتاج تاني. طبعا انت كان عندك انفلات امني، كان في فترات حظر التجول اللي كانت موجوده خاصه ال 18 يوم الاولى اللي هو من يوم الثلاث 25 يناير لحد يوم الجمعه 11/2 لما تنحى راس النظام. الفتره دي كانت فيها البورصه قافله لمده 55 يوم، اللي بيبقى قافلين لمده 24 يوم، كل ده طبعا بيأثر على الانتاج. ده التأثير الطبيعي لان الدنيا واقفه، هتشتغل ازاي؟ امتى؟ انما طب ليه سؤال؟ اتفضل. ليه الساده الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد او رئيس الحكومه ما بيقولش للناس الموضوع بالبساطه دي؟ اقول لحضرتك باختصار شديد، الدكتور عصام شرف راجل محترم، انما رجل لا يصلح يكون رئيس للوزراء او رئيس لحكومه مصر. حكومه مصر دي حكومه قويه، مصر دوله غنيه، ولكن للاسف الشديد الاداره التي كانت بها خلال نقول العقدين الاخرين من زمان المخلوع حتى الان اداره، مش هقول كده، هقول ليست ذكيه. دولة غنية وإدارة غبية، عشان نبقى جبنا من الآخر، الإدارة غبية للأسف الشديد. يعني مصر كانت دولة وما زالت دولة غنية، لكن الإدارة القائمة عليها حضرتك بتصفها بأنها غبية، وده وصف مش شتيمة يعني. لا ده مش شتيمة، ده أنا بصف في الحالة اللي موجودة، ربنا رزقنا بثلاث رؤساء وزارات يفقروا أمة سيدنا محمد. يفقروهم. الكرة الأرضية اللي هم من أول مين يا فندم كده؟ نقول جزء من الدكتور الجنزوري للدكتور عاطف عبيل أحمد نظيف. هو الدكتور الجنزوري شارك في انه يفقر امه لا اله الا الله بشكل او باخر. اقول لحضرتك باختصار شديد علشان انا شايف ان هو برضو يعني انا اقتصادي جامد وتمام وزي الفل وراجل زي الفل. اقول لحضرتك الدكتور الجنزوري تولى الحكم كرئيس للوزراء لمصر هنا في يوم الجمعه 4 يناير سنه 96، وترك الحكم يوم بعد الرئيس الدوله السابق 6 اكتوبر 99 لا 5 اكتوبر 99 بعد ما حسني مبارك اعلن اليمين بتاعه في الدوره الثالثه ليه. في نفس الوقت خلص حسني مبارك 2:10 الخطاب بتاعه في مجلس الشعب، 2:13 دقيقه بالظبط تم الاعلان عن استقاله رئيس جهاز المركز المحاسبات الدكتور شوقي خاطر، 2:3 تم الاعلان عن استقاله الدكتور الجنزوري، 2:30 الى 5 تم الاعلان عن توليه عاطف عبيد. يبقى استقال الاول الدكتور شوقي خاطر. استقال ليه شوقي خاطر وده كان لسه سنه 55 سنه ورئيس الجهاز مركز المحاسبات، وممنوع انه رئيس الدوله يقدر يقيله الا لو الراجل استقال. استقال لان حصلت له من رئيس الدوله السابق بمع زكريا عزمي لانهم يمشوا هذا الرجل، لان هذا الرجل كان معاه الملفات اللي رفض الدكتور الجنزوري انه يعلن عنها، والملفات كانت على عاطف عبيد، وخدها صحفي اسمه الاستاذ علي القماش عملوا كتاب صدر في 5 سبتمبر 99، اي قبل تنحي او استقاله كمال الجنزوري بشهر، عملها كتاب اسمه الكتاب الاسود لوزير قطاع الاعمال اللي هو عاطف عبيد انذاك، اللي هو عاطف عبيد. فعاطف عبيد قال لك انا مش عاوز. يعني اذا الدكتور كمال الجنزوري كان بيدلس على الدكتور عاطف عبيد او بيغطي عليه. بالظبط. هقول لحضرتك على حاجه، الدكتور جمال الجنزوري له ما له وعليه ما عليه، انما زيه زي اي بني ادم، ناخذ منه ونرد عليه. الدكتور الجنزوري مسك الحكم، قلت لحضرتك رئيس للوزاره 4 يناير 96، 8 يناير 96 الدكتور محيي الغريب طلع قرار جميل جدا اللي هو اعاده ضرائب المصريين العائدين بالخارج. كانت الضرائب بتفرض وكان فيها عدم دستوريه، الدكتور عوض المر اصدر بالمحكمه الدستوريه قرار بعدم دستوريه هذه الضريبه.
كان الدكتور الرزاز قبليها رافض ان يرجع الفلوس للناس، ده جه قال هرجعها، فعملت له عمليه شعبيه. يوم 15 يناير عمل قرار تاني كان جميل جدا، فرض الضريبه على الارض الفضاء، كانت اي ارض فاضيه موجوده الحكومه كانت بتقريب عليها ايام الرزاز. الرزاز وصل بالضرائب بتاعته اللي بياخد على صناديق النعوش اللي جايه من العراق. ضرائب. وايه اللي بعده برضه كان بياخد طبعًا علعن يعني. طبعا. فابتدى يرجع الارض الفضاء، لحد هنا الناس ارتاحت وناس كويس واصبحت الدكتور الجنزوري على كل لسان هو محيي الغريب. 28 يوم 16/2/96 صدر الدكتور كمال الجنزوري قرار بتشكيل لجنة من 6 وزراء بينهم نائب رئيس الوزراء للزراعة واستصلاح الأراضي وأمين عام الحزب الوطني الدكتور يوسف والي كعضو، رئيس اللجنة عطف عبيد. اللجنة صدر لها قرار 1698 لسنة 96. اللجنة دي بتقول ايه او تشكيلها بغرض ايه؟ تقييم وطرح وبيع 34 شركة من قطاع الاعمال في قطاعات مختلفة. اول قطاع التشييد والبناء اللي هي شركات الاسمنت كلها، تاني قطاع الغزل والنسيج اللي موجود اللي هي الشركات اللي اتباعت بعد كده، شركات الصناعات الهندسية اللي من ضمنها المراجل البخارية اللي كانت اتباعت سنة 93 قبل كده. يعني المشوار بتاع الخصخصة وبيع القطاع العام لا نقول بدأ من عنده. العميد بتاع الحكاية ديت او الاب الروحي للخصخصة كانت كذا. صحيح عطف عبيد عمل وانحرف، بس انا رئيس وزراء مصر لو ما كنتش مسؤول وهقول انا مش واخد بالي، زي ما رئيس الدولة لما جه في المحكمة بتاعته وقال اصلا انا مش ماضي على الورقة دول اتخدوها، ده شغل ناس اللي هو ايه حرامي غسيل داخل قدام يقول انا ما معيش انا ما شفتش انا في ماضي على الورقه، طب انا كنت واقف وما سمعتش، ده مش شغل رؤساء دوله ورجال حكم مسؤولين يعني. انا في روجيتا ممكن نديها له يعملها في الثلاثه اشهر اللي موجوده. طب قولها يا فندم. تريح الناس 24 يا ريت، احنا عايزين لو احنا قويه وتمام وكله اخد قرار الصبحيه بعد ما احلف اليمين ضم الصناديق الخاصه للموازنه العامه للدوله. واحد ضم الصناديق الخاصة الموازنة العامة للدولة اللي هي توفر الدولة 1.2 تريليون جنيه، أي 1200 مليار جنيه. يقال 91 مليار. 1.2 تريليون جنيه يا فندم، خد مني أنا تريليون. تريليون جنيه أي 1200 مليار. أضم الصناديق الخاصة بس الموازنة العامة للدولة دي معناها تخلينا دولة عظيمة أعظم من العظيمة. اتنين أعمل حد أدنى 1200 جنيه بس حد أقصى 30,000 جنيه. أنا بقول لحضرتك لن يستطيع تطبيق هذا القانون. وأقصى 30,000 جنيه. 30,000 جنيه في الشهر. طب لن يستطيع ليه؟ أقول لحضرتك لأن عدد موظفين مصر 6 مليون، عدد موظفين مصر المؤقتين 750,000، يبقى 6,750,000. من يتجاوز ال 200,000 جنيه اللي فيما فوق 100,000 واحد، ال 100,000 واحد هيرفضوا اللي هم كبار القوم والقيادات. ما يترفضوا. لو هو يقدر. الصناديق الخاصة ليه ما بتتضمش للموازنة العامة للدولة؟ لأن اللي ماسكها الوزراء والمحافظين رؤساء الشركات القابضة رؤساء الشركات بيعتبروني التابعة الوحدات المحلية بس. هو يقول عادي الناس دولت وهو يعلم تمام إن يوم 31 هيبقى في عداء بينه وبين مجموعة من التيار الإسلامي أو يقعد أو لأ، هيقول لك عادي دولت كمان أنا مش ناقص، فهيبقى دولت. أدي روجيتا تاني لو عمل دولت في الحاجة التانية، تعديل سعر الغاز المصدر إلى أسبانيا وتركيا واسرائيل والاردن، ده يوفر لمصر اوتوماتيك في نفس السنه 22 مليار دولار. تعديل سعر الغاز للصناعات كثيفه استخدام الغاز اللي هي الاسمده والسيراميك والاسمنت والحديد. وعدلهم ازاي؟ عشان الناس ما تفتكرش ان الحاجه هتغلى، لا. هو الراجل انا بيتم دعمه بالطاقه ليه؟ الهدف من الدعم عشان نقول مصر بطلت العالم في الدعم؟ ولا عشان يبيع الحاجة دي بأسعار اجتماعية للناس عشان يبيعها؟ لو بيصدر 50 أو 60% من منتجاته للخارج بالسعر العالمي، ألا يتم حسابه على جزء الطاقة اللي داخل في دولة من 50-60% بالسعر العالمي؟ انت بتبيع بالسعر دي أربعة لسه باقي طبعا في تاني ولا كفايه عليك؟ لا 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 في حاجه تانيه. ما طالما حضرتك تملك الروشته دي ما نريح نفسنا ونجيبك رئيس وزراء. لا خد بال حضرتك دولت ما فهمش مليم السنت للحكومه. هدي لحضرتك حاجه تانيه. لا معلش انا عايز اديني تكلفه واحده للحكومه. انا دلوقتي حضرتك قلت لي 1.2 هيضمهم للموازنه. ايوه بيه 1200 مليار جنيه 1.2 تريليون جنيه
كلام واضح هيبقى داخل الموازنة العامة للدولة، ده معناها ان احنا هننتقل طبعا نسد عجز الدولة، نسد عجز الموازنة العامة للدولة. يا ريت الدكتور كمال جنزوري يكون سامع او يرد على الكلام ده، يقول للدكتور صلاح انت غلط. تمام. والحد الادنى ممكن الدكتور صلاح على مسؤوليته بيقول يبقى 1200 بس، الحد الاقصى يبقى 30000، وده مش وحش طبعا، لكن بيقول ان في 100000 هيقطعوا الدنيا. تمام. تعديل سعر الغاز هيجيب لنا 22 مليار دولار، تعديل سعر الغاز للصناعات الكثيفه. تمام. الحاجه الثالثه، لا لسه بيه اربع حاجات، نقطتين كمان. انا ده اللي انت قلته، عنده 222000 مستشار داخل الدوله اللي هم فوق ال60، بياخدوا 13 مليار جنيه مصري. دول نشيلهم، انا واحد فوق 60 شغال ليه؟ هو ايه الهدف يعني؟ ما انا عندي ناس تحت، مش كده؟ يعني في حاجه بلاش، عندي 650000 حكم الشعب المصري خده على الحكومه في القضاء الاداري المرحله الاولى والثانيه، ودي كلها احكام لا تكلف الدوله. واحد عاوز يتنقل من اسيوط يروح اسكندريه، واحد في الدرجه الرابعه عاوز يروح الدرجه الخامسه، الكلام من ده 650000 حكم، اقول يتم تنفيذهم من الحكومه فقط لا غير. متشكر، ريحت البشريه كلها. دكتور صلاح جدا، انا بشكر حضرتك أي جدا. خدمة بي. كنت اتمنى ان يمتد الوقت اكتر.